السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليكم، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شفت جان بخير؟ اتمنى تيرن بخير وعلى خير ان شاء الله. اقارو قعر حارض مغار مش تورم الناس نهوارو خار كرابونيتا. انا وان شاء الله كرابونيتا اكم صور الجويدين دي كرابونيتا نهارا قيمتي كلمة. أخذي كما سمعتوا دابا غادي نمشيو للكربونيطا ان شاء الله. ها كما كتشوفوا احنا يا عابدين الكربونيطا، نشوفوا الاجواء كي دايره في كربونيطا وبقاو معنا. كما كتشوف ما بقى والو دابا المغرب، باقي واحد كان 4 ساعة ولا بحال هكاك، 4 ساعة ولا ما وصلش، شي 10 دقائق هكاك. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو. أحنايا كيما كتشوفوا الغروب ديال الحسيمة من هنايا، يعني الشميشة كتبان من هنايا غير شوية. وبقاو معنا. حنا دابا مع الروبو غادي ندورو على اليسر، عشان نقنا روبو أيثما أندو أخو زرباط. أنا فغو باركي هذا، أنا بارك هذا كماني أنا يوع شوي خيضان، أنسر شوي الموش هنا، قيمتي كذا. أمشت ورا الباركية معروف ذا ديك الرابونيتا، وعشي دري عم أسيو ذا. أمشت ورا كرافونيتا ذا الباركي مش دايب جا، يعني المنظر ما شاء الله. ها مش تورم يتنا الجوي ذا كماني فتساو لنا عربية، مش تورم الناس كيسقيو عربية كما كتشوفو. هذه هي الباركي واش كيجلسو الناس بزاف الصراحة، وكاينين الناس دابا حيت ما بغيناش نصوروهم. هاكا كي ندير الديكور ونزرهم شتوارا. الديكور ونزرهم تبارك الله، المنظر ذا المليح الصراحة. اروح اربيع يوزر شوى هاكا باش تورم من هنايا، السما هنايا هو غادي للسبيطار باش تورم. هاديك هي كلينيك باش تورم. ايوا هادي هي كرابونيطا. ممكن كتشعلو، شوفو راه شعلو الضو، شوفو راه مبقاش شعل الضو. هاد المنظر ذا رائع، شوفو راه كرابونيطا معروف هي جات بين برج بين الجبولة، يعني عطات واحد المنظر زوين، يعني داك المنظر ديال الجبولة.
الجبال حتى يعني الجبال، الجبل من هنا والجبل من هنا يعني. عم شتورا ما يطمع روح نقوى غير بحار كم تسوى شوى كم تسوى شوى بحار كم في كيلو عم شتورا شتورا ما يطمع ايوضا نقا اطلع الخير زم شتيرا عندي لان روح من وعد عم من اسمو حد ايران دام انا تنفس نتقن ولكن الا العمان لا زمان يورينا ايوضا نخوز رويين شتورا كم تسوى خروفا راني جاي يا ربي هاكا طوري ماني جاني وغطا الشيط نضيق وزروية مش طوري مش عريضا نطوب هنا تقيك وشي وشي عما الصراحة ديا دا عما بزاف مش طوري مي ودان دا يهما يعني الجو المليح حقاش ساغن طوب ثم عرق اغين وسنع الجو اغين شارو خاص ساغن تن رقاوين أكث باللعاد وناس يسون قواتي شي كيدس هذه هي كرابونيطا هاكا مشطور الكرابونيطا راه حرد المغاض مشطورا راه حرد المغاض هاكا رقاوة مشطورا هاكا كرابونيطا مشطورا هاكا ديرو كثر يا سربحة مشطورا أمانة عاسية شطورة إيش المنظر رائع الصراحة إيش المنظر المليح بزاف شطورة كاوين اتسيا دي سرمان وزعما نيجي قايد كتشوف هذا كيسيد الحوت فاهم فين كاين شوف كي نهبط وكيسيد الحوت يعني واحد الجو هنا رائع الصراحة واحد الجو زوين عرفتي الهواء ديالو بارد هو راه كاين الصاد اليوم ولكن الهواء ديالو بارد الصراحة واحد الهواء ما شاء الله الصراحة الصراحة المنظر رائع الصراحة هاكا شغارة بوت حجاب دي سما زي الحام شطورة هاد شعر الضو شعلات الضو داك البطوي صغير باش باش تصيد الحوت المنظر ما شاء الله الصراحة هاهو شوف هاد جوج بنات فين طالعين كيتصورو طلا فوق داك الحلق كيتصورو شتيهم هاهو هاكا جنب الحنجرين وانا تصورو المنظر رائع الصراحة نقعد روحا يقول بريدة ميز دوري نكمل خفيف من خمسة ساعة كنت كده تنزل تنزل لكن ما كتشوفوا المنظر تبارك الله كيف جاي المنظر زوين بزاف هاد الفيديو هاد غادي ندوزو لكم دابا النيت مباشر غادي نصاوبوه دابا النيت في هاد البلاصة هادي نيت ونسردوه يعني قبل المغرب ان شاء الله دابا النيت و باش تشوفوا مباشر يعني فيديو مباشر ماشي يعني شحال هادي يعني فيديو دابا صوت ودابا نصب يعني مباشر هذا راه مباشر من كالابونيطا بقاو معنا شوفوا خوتي الناس راه موجودين كيتسراو دابا كما كتشوفوا يبدا موجود تبارك الله يجوا ساري دابا ملي غادي يروح يصمد الحاجة يجي هو يصمد تبارك الله جنا هو المليح بزاف هاكا مشطورة ما يطلع
المنظر رائع. هذه ميتي راني حنجانة مزيانة، أنا دابا خرجت واحد الحنجرة ديال عليها. إيوا نتمنى إن شاء الله لكم يعجب الفيديو إن شاء الله. هاكا مشطورة تبارك الله، خرج المنظر رائع. ايش المنظر رائع، ايش المنظر ما شاء الله. لكن مرات السون روحها العربية روحها كان حرارة يخص أذيازة. ونتمنى أخوتي إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوش الاشتراك في القناة، الله يجزيكم بخير. وما تنسوش دعمونا باللايك، الله يجزيكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدك.